السؤال رقم اثنين، التمرين رقم اثنين، السؤال A: What are the energy مطلوبة بالإلكترون فولت and momentum مطلوب بالإلكترون فولت per C of a photon of wavelength 420 نانومتر؟ ثانيا، عندما تحسب المومنتوم هنا، إذا تعمل تحويل convert the momentum in SI units إلى الوحدة الدولية. أخيرا، What is the wavelength in micrometer إذا مطلوب بالميكرومتر of a photon of energy 1.82 electron volt. إذا مهما عملت الحساب لهنا لازم تحول النتيجة إلى الميكرومتر. طاقة الفوتون هي ثابت بلانك مضروب بالفريكونسي، والفريكونسي هي C على لامدا، لامدا هو طول الموجة. إذا هنا نستعمل الثابت AC اللي هو 1240، نختار إلكترون فولت نانومتر، وفي الأسفل قيمة اللامدا هي 420 نانومتر. إذا نلاحظ أنه لدي simplification نانومتر نانومتر، يبقى لي الناتج بالإلكترون فولت وهو 2.95 إلكترون فولت تقريبا. فيما يخص المومنتوم للفوتون، نحن نعلم أن الفوتون، وهذا من الشابتر 2، أن طاقة الفوتون هي المومنتوم مضروب بـ C. نذكر أن الفوتون له مومنتوم، أوكي، وطاقة الفوتون إذا تساوي بي سي، أوكي. وفي هذا الحال ممكن نستخرج أنه P يساوي إذا E على C. E حسبتها في العلاقة في الجزئية الأولى، إذا يبقى لي أنه بطبع هذا C هذا ما نحسبوش لأنه يدخل في الوحدة، أوكي، يظهر هنا في الوحدة، وبالتالي هنا عدديا لاحظ أنه قيمة P عدديا هي قيمة الطاقة ولكن per C، أوكي. إذا P يساوي 2.95 إلكترون فولت per C، وهذا التشابه العددي ما بين E و P فيما يخص الفوتون هذا يكون دائما متحقق، أوكي، لأن العلاقة E تساوي PC تكون دائما متحققة. إذا تذكروا أن المومنتوم عن طريق هذا العلاقة، المومنتوم هو عبارة عن طاقة تقسيم سرعة، طاقة تقسيم سرعة، والسرعة هذه C تظهر دائما في الوحدة في النظام الجديد للوحدات. السؤال B إذا من نفس العلاقة، أوكي، P يساوي A على C، ولكن الآن مطلوب أن نستعمل الوحدة الدولية. إذا نحول E إلى الوحدة الدولية اللي هي جول، أوكي، ولهذا الغرض إذا نأخذ الناتج هنا اللي هو 2.95 إلكترون فولت ونحوله إلى الجول. بالطبع كيف؟ بضربه ب 1.6 مضروب ب 10 أس 19، إذا جول بير إلكترون فولت. إذا لاحظ أنه إلكترون فولت في النوميريتر دينومينيتر هنا، إذا يكنسل مع الإلكترون فولت هنا. وفي الأسفل سرعة الضوء هي بطبع 3 مضروب ب10 أس 8 متر على الثانية، أوكي. وفي الأخير إذا عدديا هذا يعطيكم تقريبا 1.57 مضروب ب10 أس سالب 11، والوحدة بالطبع الدولية للمومنتوم هي كيلوغرام متر على الثانية، كتلة مضروبة بسرعة ام في. تذكروا أيضا أنه وحدة ممكنة للمومنتوم هي جول بير سي أو جول بير متر بير سكند، اوكي. الوحدات المركبة ممكن تتغير على عدة أشكال، ولكن هذه جول بير متر بير سكند هي تماما كيلوغرام مضروب بالمتر على الثانية، اوكي، لأنه هذه وحدات مركبة. إذا هذا هو اللي كتبناه هنا، اوكي. الدايمنشن لـ P هي الدايمنشن لـ MV، اوكي. إذا هي الدايمنشن لـ M مضروبة بالدايمنشن لـ V. إذا الوحدة لـ P هي وحدة الكتلة مضروبة بوحدة السرعة. وأخيرا سؤال C: E يساوي HC على لامدا، ومن هنا إذا نستخرج أنه لامدا هو HC على E، أوكي. وE إذا معطى في السؤال هذا هو 1.82 إلكترون فولت. الثابت HC نختار إذا إلكترون فولت نانومتر، بحيث عندي simplification إلكترون فولت هنا وهنا، والناتج سوف يكون مباشرة بالنانومتر. إذا عملت الحساب تلقاو تقريبا 681 نانومتر، و 681 نانومتر نحولها إلى الميكرومتر لأن السؤال كان واضح، أعطي النتيجة بوحدة الميكرومتر. إذا هذا يعطينا 0.681 ميكرومتر.